يتحدى زميله فيقول: إذا لم أفعل كذا وكذا فلست ابن فلان. هذا معناه أن أباه وذرية أبيه ونسل هذه السلالة من شأنهم أنهم يحققون المعجزات، فإذا لم يتحقق ذلك الأمر على يديه إذن أمه قد خانت وأتت به من عشيرة أخرى ليس من شأنهم تحقيق المعجزات. هذه عبارة سالكة في ألسنة كثير من الناس: إذا لم أضرب فلانا أقتل فلانا أكسب كذا أربح كذا إذا لم أفعل كذا فلست ابن فلان. هذه تهمة لأمه والعياذ بالله أنها لم تأتي به من أبيه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.